نبقى الآن مع كلمة للأستاذ السيد هادي الموسوي رئيس دائرة الحقوق الإنسان والحريات في جمعية الوفاق، فليتفضل للمنصة مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يمكن أطول، اللي يبغى يمشي يمشي، اللي يبغى يمشي تقييد الحرية لا تخول للسلطات حرمان من تقيد حريته حقه، لأن تقييد الحرية هو أن يؤخذ إلى وراء، إلى ما وراء القضبان. ولكن القانون الدولي والقانون الإنساني وحتى القانون المحلي لا يسمح للسلطة أن تحرم من قيدت حريته من حقوقه، سواء كانت صحية أو اجتماعية، أقصد بالاجتماعية طبيعة الزيارات، الاختلاء بأهله، أو حرية الرأي وهو في داخل السجن، وأخص بذلك المعتقل السياسي. المعتقل السياسي والمعتقل الرأي ومعتقل الدفاع عن حقوق الإنسان يعتبر مؤشرا على طبيعة النظام وجوهر نواياه، إذا بدأ يتعسف في حق المعتقل فيسلبه حقه وهو في زنزانته. حبيبنا الغالي خليل أخذوه ووضعوه في زنزانة منفردة دون أن يؤخذ للحوض الجاف، على أن السلطة تعهدت بأن كل المعتقلين يجب أن ينقلوا لمركز الاحتجاز الاحتياطي وهو الحوض الجاف الموقوفين. ولأن خليل أخذ من شعب من السجن الكبير، لا يريدون أن يجتمع مرة أخرى بشعب في سجن صغير. هل تعرفون لو أخذ خليل إلى الحوض الجاف لاستبشر من في الحوض الجاف، لسعدوا بذلك، لبدأ يحرك مشاعرهم، يؤدي رسالته معهم، يتجاوب معهم، وربما يحصل نقاشا وتداولا وحوارا ونقلا لرؤاه السياسية، ولكنهم آثروا أن يمنعوه من أن يجتمع بهؤلاء المعتقلين. خليل المرزوق كما أشار سماحة الشيخ حسين قبل قليل مهندس وثيقة اللاعنف أو إعلان مبادئ اللاعنف، وهو اليوم يوضع خلف القضبان بتهمة الإرهاب أو دعم الإرهاب ودعم العنف. خليل إذا سمع من عندنا، من إدارتنا أو من دائرتنا، دائرة الحقوق والحريات، أن هناك عددا من المصابين أو عددا من الملاحقين يتألم كثيرا، ما دفعه لأن يبحث عن طريق وسط
يخلق حالة التوازن بين رغبة الدكتاتورية ورغبة الديمقراطية حلا وسطا يقلل أثر العذاب والألم الذي يصيب الناس. يمكنكم أن تتخيلوا إلى ما كان يتطلع إليه خليل. يوم أمس كنا في وقفة تضامنية، وكان يحيط بهذه الوقفة رجال أمن من وزارة الداخلية، أليس كذلك؟ شرطة المجتمع المدني، هل يعتدي عليهم أحد؟ هل يشتمهم أحد؟ بل بالعكس، ربما يأخذوا لهم الماء أو المرطبات أو الشاي، لأنهم شرطة يقومون بدورهم في حفظ الأمن. خليل يتطلع لهذا المشهد. أن تكون كل مناطق البحرين إذا حضرت لتثبت وجودها ورفضها لسياسة هذه السلطة يمكن أن يتواجد الأمن، لا ليعتدي وإنما ليمنع الاعتداء على أي أحد. الوجود يوم أمس وكل الوجودات في كل المناطق لم تسجل السلطات أنه تم الاعتداء على أحد، لحتى السلطات لا تستطيع أن تسجل أنه تم الاعتداء على أحد. السلطات تصنع قضايا كاذبة. إذا سمعتم قبل أسبوعين وأرجعوا إلى تويتر، الساعة 11 ذكرت وزارة الداخلية أن جيب في منطقة الجنبية تعرض إلى أضرار جراء استخدام قنبلة محلية أو متفجرات محلية الصنع. أنا كنت موجودا في لحظة انفجار السلندر، وانفجر في لحظة مروري في هذه النقطة بالقرب من قرية القرية، وكان سيارات الشغب 5 سيارات خلفي ب400 متر أو 300 متر. ما أن وصلوا إلى هذه النقطة حتى وقفوا وإحداهم اعترضت الشارع، فعدت مرة أخرى وهم قد نزلوا من السيارات، وبعد ذلك بعد 10 دقائق ذهبت وعدت وذهبت وعدت، تحركوا جنبا، وبعد ذلك جاء خبر ومن تويتر وزارة الداخلية بأن هناك انفجار محلي الصنع تضررت منه إحدى العربات. إذا كانت تلك العربة فهي المفروض عربتي، ولا أحسب أنني أعمل في وزارة الداخلية ولا على سيارتي طبغة وزارة الداخلية. خليل دائما ما يكرر ويقول دائما لا يجركم إلى العنف، هذا ما يريدونه، وهو بالفعل ما تريده السلطة، أن يستمر العنف حتى يستمروا في حلهم الأمني. وهندسته لهذا الإعلان إعلان المبادئ حتى يسحب البساط من قدرتهم على استخدام الحل الأمني وجرهم عنوة إلى حل سياسي واقعي. لأننا إن كنا نتألم من استمرار هذا الوضع بهذه الطريقة إلا أن الوطن، كل الوطن يتأثر. أنا رجعت من جنيف وسمعت بأن إحدى الدول التي ذكرت في خطاب السيدة نافي بلاي وهي مصر. شلون السيدة نافي بلاي تذكر مصر؟ فردوا عليها إذا كان من أحد يجب أن يعترض البحرين وسوريا ومصر والعراق، إذا كان أحد يجب أن يعترض البحرين لأنها أقل أعداد قتلى كما هو عندكم، ولكن لأن الظلم في البحرين مقدر من الناحية النسبية ومن ناحية عدالة مطالبنا ومن ناحية صحة الموقف المجتمع المحلي وتوافقه وتوائمه مع رؤية المجتمع الدولي، تأتي البحرين كصورة من صور العيب والخجل. ولهذا نقرن بدول يسقط فيها في كل يوم عشرات القتلى، لأن ما عندنا هو ليس هين، ما عندنا كثير. إحداهم من إحدى المنظمات تقول ما بالها سلطتكم تدفع الأموال لشركات العلاقات العامة، نحن لسنا سذج.
نحن نعرف من يحترم الإنسان ومن يحترم حقوق الإنسان ومن ينوي أن يحترم حقوق الإنسان. أنتم لديكم مؤسسات، الأمانة العامة للتظلمات، الوحدة الخاصة للتحقيق، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في مجلس النواب ومجلس الشورى لجان حقوق الإنسان. والملك يقول أن البحرين واحة لحقوق الإنسان، في حين أننا في كل يوم نتألم، ولا أعرف المفتش العام أين، وزير الداخلية أين، كل هؤلاء المسؤولين أين. المرضى موجودون في خلف القضبان في الزنزانات يحرمون. البارحة اعتقل شاب اسمه علي جعفر علي من القرية، وهو بين الحياة والموت، موجود في الآي سي يو. هناك أفراد لا يعرفون معنى الاطمئنان، معنى الاستقرار، وهو محروم الحرية، ولكنهم يحرمونه كل حقوقه. خليل وهو موجود خلف القضبان، إلا أنه كان يؤمن تماما بأن هذا الدرب الذي كان يمشي عليه فيه أبعد من ذلك، وهي الشهادة، لا أن يكون خلف القضبان فحسب. هذه مسألة اعتيادية، لأن دربه وطريقه ورؤيته واضحة تماما. وأعجز ما يمكن أن تقع فيه السلطة هو أن يتراجع خليل والأخلاء. حكمتموهم 25 عاما. الشيخ محمد حبيب المقداد حكم ما يقارب 100 عام، وبالتخفيضات وصلت إلى 40 أقل. طفل محكوم 29 سنة. ما عساكم تريدون أن تفعلوا؟ لن تنكسر الإرادة، لأن ما نتطلع إليه ليس عبث، ليس ترف، نتطلع إلى شيء أعز من الأرواح، وهي الكرامة، العزة، أن نعيش مرفوعي الرأس. وهذا بعيد عنكم أن تمنعوه أو أن تحدوه بسد مانع خلف القضبان. يا أستاذ خليل، أنت موجود في الداخل، قد يعتقد البعض أنك تتألم. أنا أعتقد أن الأمر الوحيد اللي أعتقد أن خليل يتألم منه أنه لا يشارك من في الخارج العمل من أجل أداء دوره اليومي، لعله يفكر ما الذي كان علي أن أفعله ولم أفعله وأنا مقيد. السلام عليكم.